احنا هنا في لجنة 116 بمدرسة الأورمال للثانوية بنات بحي الدقي، معانا المستشارة سارة حسنين. اتكلمنا عن العملية الانتخابية خلال امبارح والنهاردة. سيادة المستشارة، ازاي تمت او صارت العملية الانتخابية خلال امس واليوم؟ البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، كل دول زارونا وتابعوا معانا سير العملية الانتخابية وتابعوا تطبيق الإجراءات الاحترازية. ازاي رصدوها يا فندم؟ ازاي رصدوها وكان تقييمهم ازاي للعملية الانتخابية؟